احنا الخيمة راح تكون قرب المدينة الرياضية. بلي. وراح تكون هي خيمة، يعني خيمة وحدة كبيرة. اي احنا نسميها بالشعر او طنب. حلو. هذه تعرف اي هذه يعني اللي هي قطر سوت احد ملاعبها مثله، اللي بلي. هو سمته ملعب البيت او استاد البيت. بلي. فحتى تكون هذه الصورة أو هذه الخيمة شاملة لجميع الثقافات. تدري هاي رمزية تعتبر لدول الخليج والأهلنا بجنوب العراق، فلازم تكون فتشي متقارب بيناتنا. وراح نخلي بالخيمة فد رمزيات تراثية تحمل تاريخ البصرة والعراق. حلو. هذا التنسيق قلت إلى أنه صار أكو تنسيق مع الحكومة حول هذا الموضوع، موضوع النقل وما إلى ذلك؟ طبعاً راح يكون تنسيق مع القائمين على البطولة. بلي. سواء محافظة أو اتحاد كرة أو الأجهزة الأمنية. حلو. حتى تكون صورة نظامية صحيحة. طيب اللي راح يكونون أو القائمين على هذه الخيمة، يعني أكو شيء خاص يميز مثلاً لبس بصري خاص تراثي عراقي خالص؟ راح يكون لبس فلكلوري عراقي او الزي العربي الجنوبي. بلي. اللي راح يميز هذا الخيمه ويعكس الطابع التراثي القديم لاهل البصره واهل العراق. حلو. متطوعين الشباب اللي راح يقومون على هذا شباب العمل؟ شباب متطوعين من قبيله بني مالك. أي. وشباب اخرى من محافظه البصره الحبيبه.